أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. إن الوفاء الذي كان عند أصحاب الإمام الحسين عليه السلام مما دعا الإمام عليه السلام أن يقول في حقهم: إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. فإن الوفاء والإخلاص الذي كان في أصحاب الإمام الحسين وفي أهل بيته مما لا نظير له في الناس أجمع، واستشهدوا مع الإمام عليه السلام وقد بذلوا مهجهم دون الإمام عليه السلام، وكان من الذين استشهد مع الإمام يوم عاشوراء وبذل مهجته دون الإمام الحسين عليه السلام القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فقد قاتل دون الإمام حتى قتل ولم يستسلم ولم يتراجع مع كثرة الأعداء وإراقة الدماء في ذلك اليوم، فبقي صامدا حتى استشهد دون الإمام عليه السلام. اختلف في عمره الشريف هل أنه قتل قبل بلوغه مع الإمام الحسين عليه السلام أو بعد البلوغ استشهد سلام الله عليه. بلي تفضل. أستاذ، كيف استطاع أن يقاتل وهو في هذا السن؟ أحسنت. ما هو اسمك؟ عباس. أحسنت يا عباس، تفضل. سأل أخوكم عباس أنه كيف استطاع لهذا الفتى أن يقاتل ويفدي نفسه دون الإمام وهو في سن لم يبلغ الحلم، يعني ما زال صغيرا في عمره. والجواب على ذلك أن الوفاء والإخلاص للقائد هو الذي دعا القاسم عليه السلام أن يفدي نفسه دون الإمام عليه السلام. إن الوفاء والإخلاص لا عمر له، فالإنسان الذي يخلص لشيء لا يتعلق إخلاصه في العمر هل هو صغير أم كبير، فبمجرد أن يوجد هذا الوفاء يستطيع الإنسان أن يدافع عن معتقده أو عن مبدئه دون أي خوف أو دون أي تردد. ونحن علينا أيضا كذلك، وأنتم أيضا، إذا خرج الإمام عجل الله تعالى فرجه ألا يقيدنا العمر وأن نقول نحن ما زلنا صغارا وأن نتراجع عن نصرة الإمام، بل علينا أن نفدي الإمام بأنفسنا وأن نضحي من أجل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.